مرحبا بكم أصدقائي الرائعون. في هذا الفيديو سنتناول أهم المشاريع التي يجري تنفيذها في العاصمة الرباط، بالإضافة إلى نظرة خفيفة على المشاريع التي هي على وشك الانتهاء أو انتهت، والتي من المتوقع أن تحدث تحولا جذريا في مظهر وهيكلية العاصمة المغربية. لكن أصدقائي، قبل أن نبدأ، فضلا منكم وليس أمرا، ادعمونا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات. في السنوات الأخيرة تحولت عاصمة المملكة المغربية الرباط من مدينة إدارية هادئة إلى مدينة تنبض حياة وحيوية وتسير على خطى العواصم العالمية، بعدما أطلق الملك محمد السادس سنة 2014 برنامج تنمية الرباط تحت شعار الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية. هذا المشروع الملكي الهام يهدف إلى تحسين وتحديث وتطوير العاصمة المغربية الرباط لتصبح من أهم المدن العالمية الكبرى. وبدأت ثمار هذا البرنامج الملكي تظهر على مستوى البنية التحتية والثقافية والمعالم التاريخية والحضارية، حيث تشهد الرباط دينامية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة. فالمدينة تنعم بتحولات مستمرة تجذب الأنظار، تجمع ما بين الحاضر والماضي بسلاسة، حيث تمثل العاصمة المغربية نموذجاً رائعاً للتناغم بين التطور الحديث والتراث العريق. هكذا تبدو الرباط لزوارها وضيوفها من داخل المغرب وخارجه، وتتجدد كل سنة لتفاجئ الجميع بتغيرات تثير الإعجاب وتلفت الاهتمام، حيث تشهد نسيجاً حضرياً مذهلاً يحمل في طياته مشاريع ضخمة وأوراش مفتوحة وأخرى انتهت أو على مشارف الانتهاء، كبرج محمد السادس على ضفة نهر أبي رقراق الذي يعلو بشموخ أخاذ يطل بتصميمه الفريد على المدينتين الضاربتين في عمق التاريخ سلا والرباط، ويقارب ارتفاعه 250 متراً ويتكون من 55 طابقا. وغير بعيد عنه يجثو على ضفة نهر أبي رقراق في المنتزه الكبير شكل هندسي معقد ورائع من تصميم المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد. إنه المسرح الكبير الذي يتخذ موقعاً مهماً في فضاء شاسع غير بعيد من موقعين معماريين هما صومعة حسان وضريح محمد الخامس، ويعد أكبر مسرح في إفريقيا والعالم العربي، وتبلغ مساحته 47 ألف متر مربع، تشكل منها 27 ألف متر مساحة المنشآت، بينما خصص 20,000 متر للمساحات الخضراء. وتصل سعة القاعة الرئيسية للعروض 2000 مقعد، بينما يشمل هذا المعلم فضاء مسرحيا خارجيا يمكنه استيعاب 7,000 متفرج. وفي جانب النقل السككي الحديث، عرفت الرباط إنجاز محطتي قطار من أروع ما يكون، هما محطة الرباط المدينة التي لم تكتمل بعد، ومحطة الرباط أكدال، أكبر محطة سككية في إفريقيا، والتي تعد جوهرة معمارية وحضارية تعزز مكانة الرباط كمدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، وتعد صرحا حضاريا مميزا ومركزا متعدد الوظائف وقطبا لتسهيل التبادل بين مختلف وسائل النقل بعاصمة المملكة. أما المحطة الطرقية الجديدة للرباط فتعتبر بنية لوجستيكية من الجيل الجديد، حيث تعتمد في تسييرها على نظام معلوماتي متكامل. تم بناؤها وفق هندسة معمارية متفردة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة على شكل غواصة. توفر هذه المحطة الطرقية الجديدة ولوجاً مباشراً للطريق السيار الرباط الدار البيضاء،
وفي الجانب الرياضي وصل المسبح الأولمبي لمدينة الرباط المتواجد بمحيط المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله للمرحلة الأخيرة، حيث يقع المسبح الجديد على مساحة 12700 متر مربع مع تغطيته بشكل كامل، ويتوفر على جميع المواصفات الدولية المطلوبة والتي ستمكن المغرب من استضافة أكبر المحافل الدولية المتعلقة بالرياضات المائية داخل المسابح. أما المشاريع التي لا زالت في طور الإنجاز، حيث تتسارع بها وثيرة الأشغال لتكون جاهزة في الوقت المحدد. هذه المشاريع المبهرة تشكل شغفاً مستمراً لسكان العاصمة والمغاربة بشكل عام. مشروع توسعة مطار الرباط سلا ليصبح عالمياً. تجري حالياً أشغال توسعة مطار الرباط سلا، حيث تشمل هذه التوسعة بناء محطة جديدة بمساحة تقارب 69,000 متر مربع، وتوسيع ساحة الطائرات بستة محطات إضافية، وبناء موقف للسيارات على مستويين 1,300 موقف، كما سيتم تزويد المحطة الجوية الجديدة بتجهيزات تكنولوجية حديثة. والهدف من هذه التوسعة هو الرفع من الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 4 ملايين مسافر بدلاً من 1.5 مليون حالياً. وتأتي توسعة مطار الرباط سلا، هذا المشروع الهيكلي، بهدف مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين والطفرة السوسيو-اقتصادية التي تعرفها جهة الرباط سلا القنيطرة، وتعزيز السياحة بالعاصمة. المستشفى الجديد ابن سينا. تسير أشغال ورش بناء المستشفى الجديد ابن سينا بوتيرة جيدة وفق الجدولة الزمنية المحددة له، ويشكل هذا المشروع العملاق لبنة جديدة في أفق تعزيز العرض الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وسيكون بنية علاجية من الجيل الجديد، والذي يتم تشييده على بقعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 11.4 هكتاراً بهندسة عصرية وبعرض علاجي متميز وإدماج للتكنولوجيات المتطورة في المجال. ويتم تشييده على شكل برج عال يبلغ ارتفاعه 140 متراً، يتألف من طابق أرضي و33 طابقاً مع طابقين سفليين، وقطب طبي وتقني من 5 طوابق مع 3 طوابق سفلية، وبرج من 11 طابقاً مع 3 طوابق سفلية. هذا وستبلغ قدرته الاستيعابية 1,044 سريراً، من بينها 148 سريراً في وحدات العناية المركزة والإنعاش. ملعب الأمير مولاي عبد الله بحلة عالمية. تجري حالياً الأشغال بشكل مكثف لتطوير المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، حيث بدأ العمل بإزالة مضمار ألعاب القوى بسرعة قياسية، فضلاً عن هدم أجزاء كبيرة من المدرجات الدائرية للملعب، ليتم إعادة بنائها بشكل جديد وبناء مدرجات إضافية تطابق ثاني، لتصبح المدرجات على شكل مستطيل بعدما كانت دائرية، ما سيسمح بإضافة مدرجات والاحتفاظ بمساحة كافية بين المستطيل الأخضر والجماهير. عمليات التطوير هاته ستغير من مظهره بشكل كامل ليصبح ملعباً جديداً بشكل كامل. يتعلق الأمر بعملية هيكلية ستجعل من المجمع الرياضي مولاي عبد الله ملعب كرة قدم من الطراز الحديث بطابقين، ومغطى بشكل كامل مع توسعة طاقته الاستيعابية لتلامس 70,000 متفرج. فندق قصر البحر. بني قصر البحر، الذي يعني قلعة البحر، كقصر صيفي مترامي الأطراف في القرن 19 الميلادي، وأصبح فيما بعد مستشفى قبل إغلاقه عام 1999.
وبعد عمليات تجديد واسعة النطاق على مساحة 5 هكتارات، سيدخل فندق الرباط قصر البحر حقبة جديدة في تاريخه، وذلك مع 204 غرفة وجناحا مجهزا تجهيزا فاخرا مع إطلالة فريدة على المحيط الأطلسي. وسيضم فندق فور سيزونز الرباط قصر البحر 7 مطاعم وصالات ومنتجعا صحيا مع غرف علاج مجهزة بشكل جيد ومسبح داخلي، إضافة إلى العديد من حمامات السباحة الخارجية المصممة على طراز المنتجعات، بالإضافة إلى أماكن واسعة للمؤتمرات والفعاليات. مشروع لوكاروسيل المركب العقاري الفاخر متعدد الاستخدامات. تقدمت أشغال إنجاز مشروع لوكاروسيل الرباط المقام على كورنيش الرباط، والذي يضم منشآت ومرافق حديثة مع إقامات سكنية فاخرة وراقية ومنتزه بحري ممتد على طول 500 متر، وفندق مصنف ذو 5 نجوم، ومنطقة تجارية. كما سيضم لوكاروسيل أيضاً أول مركز تجاري مفتوح في الهواء الطلق بالمغرب، فعلى مساحة تزيد عن 100,000 متر مربع، يوفر التصميم الشمولي للوكاروسيل مجموعة من الخدمات والمرافق العالية الجودة والمطابقة للمعايير الدولية. ويضم المشروع ممشى بحري يستجيب لمعايير الجودة وفندق فخم لرجال الأعمال على الواجهة البحرية. توسيع شبكة تراموي الرباط. سيتم قريبا البدء في تمديد شبكة التراموي 23 كيلومترا إلى أحياء الرياض واتمار ويعقوب منصور وسلا الجديدة خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028. وفي مرحلة أخرى سيتم تمديد الشبكة 21 كيلومترا إلى أكدل والبستان واليوسفية والعييدة وحي الرحمة خلال الفترة من 2025 إلى 2030. وتأتي هذه المشاريع للاستجابة للطلب على النقل العمومي. وختاما أصدقائي، فمن شأن هذه الاستثمارات الهامة أن تسهم في بلورة ملامح قطب ثقافي واعد تشكل مدينة الرباط فضاءه الواسع. سيمكن دون شك من تعزيز صورة العاصمة كوجهة ثقافية بارزة والرفع من الجاذبية السياحية لاكتشاف تراث ثقافي زاخر. أصدقائي، إن أعجبكم محتوانا لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.